أمير شاب أضحى مصيره على شفا خطوة من يوم موعود، فعله غير الحميد. داخل أروقة القصر الملكي السعودي، فتح الباب على مصراعيه لتقبل تلك الحقيقة التي لم يرغب بن سلمان في أن يسمع أحداً يحدثه فيها من قبل. ونصيحة صادقة وجهها المقربون على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فحياة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ربما تكون في خطر خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي لم يتقبله محيطه الآمن، ويحاولون بكل شكل الوقوف في وجه تلك النهاية الصامتة. تساؤلات جاءت في محلها عندما قاد بعض السعوديين حملة موسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي مطلع عام 2018 بعنوان متى يجد الأمير محمد بن سلمان وقتاً للراحة؟ بالطبع قد يكون الأمر خارج حدود المملكة غريباً بعض الشيء، لكن وفقاً لمصادر مقربة من ولي العهد الشاب، فنمط حياة بن سلمان مخالف لكل الأعراف الصحية، فالرجل يتبنى سياسة يومية خارقة، آخر بند وضع في قائمتها كان يتعلق بصحته الشخصية، ويخشى بن سلمان صراحة ألا يصل بقطار التنمية الذي قاده بنفسه من أجل الوصول إلى محطته النهائية، فيبذل كل ما في وسعه حتى ولو كان على حساب نفسه. فوفقاً لما صرح به الأمير عبد الرحمن بن مساعد في لقاء تلفزيوني، فولي العهد السعودي لا ينام في يومه الطويل سوى 4 ساعات فقط، تمثل قسط الراحة الذي يركن إليه بن سلمان حتى يستعيد قوته من جديد لمواصلة العمل. والسر الذي كشفه بن مساعد جاء في سياق حديثه عن الرؤية السعودية الطموحة للمستقبل في السعودية، السعودية 2030. فالأمير يعمل نحو 20 ساعة في اليوم الواحد من أجل تحقيق الرؤية الطموحة بكافة أركانها، فهو يبحث عن مكانة معينة لبلاده تليق بشعبه الكريم، وتحتاج العراقيل الموضوعة في طريق التنمية السعودي الحالم لوجود الأمير محمد بن سلمان باستمرار من أجل الإفتاء برأيه وفرض أسلوبه الخاص الذي تحدث عنه الأمير عبد الرحمن بن مساعد من أجل تخطيها. كما أن ولي العهد السعودي يدرك أن رؤيته كبيرة، فبالتالي العراقيل متوقعة، ويدرك أن إيقاعه أسرع ربما من قبول بعض الناس في المجتمع. ونصح الأطباء والمقربون الأمير محمد بن سلمان صراحة بضرورة تبني نمط حياتي مخالف بعض الشيء عما يعيش عليه في الوقت الحالي، فيأخذ قسطاً أكبر من الراحة حفاظاً على حياته. فوفقاً لدراسات عالمية تتحدث عن أشخاص يكفيهم وقت أقل من الخلود للنوم إبان الليل على عكس نظرائهم، فقد تكفي 4 ساعات للنوم ليلاً في إمداد الجسم بالراحة التي يحتاجها، إذا ما وجد في الجسم جين نادر يسمى DEC2 يشترك فيه جميع من ينامون فترات قصيرة. لكن المدهش في الأمر أن الجين النادر لا يوجد لدى أشخاص ينتمون لعائلة ينام أفرادها نوماً عادياً طويلاً، وهو ما ينطبق على الأمير محمد بن سلمان الذي يحاول أن يعيش حياة استثنائية من أجل وطنه.